روح 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 فر شمال فر شمال بدنا حدا قوي. الرسالة نقول بأنه في ظل العدوان على أهلنا في القدس، نقول بأن هذه أحد المداخل وأحد الجدران المحيطة بالقدس، سنهدمها وسنصل إلى أهلنا ونتضامن معهم ونضغط على هذا الاحتلال. هذه أيضا تتزامن مع ذكرى هدم جدران برلين، لنقول أنه في هذا العصر، هذا العصر الحديث، نرفض أن يكون هناك جدران، وبالتالي سنهدم الجدران بأيدينا وسنقف إلى جانب أهلنا في القدس.